مشاهدينا، عندما نتحدث عن نخيل التمر فنحن نتحدث هنا عن المحصول الأول في سلطنة عمان انتشارا وتعدادا ونظاما بيئيا وزراعيا متكاملا. نتحدث هنا عن ثروة وطنية تمس الوطن والمواطن أيضا بصفة مباشرة وغير مباشرة. خصصنا المحطة الأولى نتحدث الليلة عن هذه النخلة بشكل بتفاصيل أيضا مختلفة، بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية والاجتماعية. التفاصيل مع ضيفنا الكريم المهندس هيثم بن بدر الخنجري، كبير أخصائي نخيل وهو بوزارة الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه. مساكم الله بالخير المهندس، وحياكم الله في برنامج من عمان. مساك الله بالخير وشكرا جزيلا أخت بيان على هذه الاستضافة لتسليط الضوء على شجرة النخيل، شجرة المباركة. شكرا على هذه الضيافة الجميلة أيضا، نختم فيها أسبوع عمل متواصل في برنامج من عمان. يعني هذه بمختصر الكلام، هذه من خيرات بلادي. الله يخليك. الله يسلمك. عندما نتحدث عن النخل نتحدث عن ارتباط وثيق بالبيئة العمانية عبر مراحل وعصور مختلفة. نبدأ نتحدث عن هذا الارتباط الوثيق بين الإنسان العماني والنخلة. بادئ في ذي بدء نبدأ عن تاريخ النخلة ومنشأها. يعني النخلة تعتبر من أقدم الأشجار التي عرفها الإنسان، وخاصة من أشجار الفاكهة، فقد يمتد عمرها لأكثر من 6000 عام. فهي موجودة في الحضارات السابقة مع الحضارة البابلية والسومرية والحضارات المختلفة، وأيضا مع الفراعنة. فنلاحظ في نقوشاتهم السابقة موجودة النخلة، وأيضا هي مكرمة في جميع الأديان. طبعا نخلة التمر يعتقد بأن منشأها شبه الجزيرة العربية، أغلب الباحثين يعني اختلفوا فيها، لكن كلهم اتفقوا أنها تقع في المناطق الجافة وشبه الجافة. بالنسبة لمنشأ شجرة النخيل، يعني كل الباحثين والعلماء لم يتوصلوا إلى أصلاً أي منشأ لشجرة النخيل، لأنه ببسيط العبارة لا يوجد نخيل بري. أغلب الفواكه يوجد لها يعني من نفس أصنافها أصناف برية، إلا نخلة التمر لا يوجد لها يعني نخيل بري نشأت منها، ويعتقد أنها يعني نشأت من طفرات وراثية قديمة. طبعا بناء على هذه المقدمة، طبعا المواطن العماني يدخل من ضمن هذا التاريخ. النخلة تدخل في وجدانه مثل ما ذكرتي في المقدمة، هي من نسيج الوطن المواطن، حافظ عليها، عاش عليها وعاشت عليه، كون القرى، شق الأفلاج، أوصل إليها يعني هذه المياه، وعظمة العمانيين في بناء القلاع والحصون، وكلها كانت زادهم أيضا، هي كانت مساكنهم، هي كانت وقودهم، هي كانت كل شيء بالنسبة للعماني. وإلى الآن الحمد لله عمان تعتبر من الدول يعني من الشعوب اللي تحب هذه الشجرة وهذه الفاكهة الطيبة. يعني اليوم بعد جميل نتكلم عن المكونات الغذائية في التمور وفوائدها قبل ما ندخل في واقع التمور والنخيل في السلطنة. نبدأ فيها عن النخلة قبل عن ما نذكر عن مكوناتها. حقيقة النخلة كرمت في القرآن الكريم، يكفي أنه إحنا يعني أن الله سبحانه وتعالى كرمها في 17 سورة و22 آية، وقد تكون الشجرة الوحيدة اللي ذكر فيها مجموعة من أجزائها وأسمائها، كنخل وعجاز ويعني باسقات وأكثر من وصف. وبالتالي نبني على كلامك إلى 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 نخلة مريم، عندما أوحى الله تعالى لمريم أن هزي بجذع النخلة إليك تساقط إليك رطبا جنية، أو كما قال سبحانه وتعالى. طبعا من هنا نأتي إلى مكونات التمر. التمر طبعا تعتبر تحتوي على العديد من الألياف ومن السكريات مثل الجلوكوز والفركتوز اللي تمد الجسم بالطاقة. طبعا أيضا تحتوي على السكريات، عفوا على مضادات الأكسدة، وأيضا الفيتامينات بمختلف أنواعها، فيتامين ألف وباء ونياسين. طبعا الناس اللي في الطب يعرفون هاي التفاصيل. وأيضا تحتوي على مجموعة من المعادن، منها الكالسيوم والبوتاسيوم وغيرها من المعادن الأخرى كالمنغنيز والكبريت والفوسفور. ومن هنا تكمن يعني فوائدها من مكوناتها. يعني يقال أنه كثير من الفوائد تأتي على النخلة أو على التمر والرطب، منها يعني أنها تساعد على
منع اضطرابات الإسهال أو اضطرابات المعوية، علاج فقر الدم، وقاية من كثير من السرطانات. بعض السرطانات أثبت أنها تقي منها، نتيجة إلى ما ذكرنا من محتواها من الألياف والفيتامينات والمعادن. جميل. يعني أيضا ناهيك أنه تعتبر اليوم النخيل مرتكز رئيسي، مرتكزات ثابتة في السلطنة فيما يتعلق بالأمن الغذائي. نعم طبعا. نتحدث عن طبعا. المحصول الأول في السلطنة انتشارا. نعم. وتوزيعا. نعم. أيضا وتعدادا ونظاما بيئيا. نعم. متكاملا كما ذكرت في حديثي. هنا يأتي السؤال إلى واقع النخيل في سلطنة عمان، كيف تصف للمشاهد الكريم؟ مثل ما ذكرتي في المقدمة أن النخيل تعد المحصول الأول في عمان، وحقيقة شجرة النخل هي المحصول الرئيسي والاستراتيجي أيضا، وهي عمود الفقر الأمن الغذائي أكان سابقا أو حاليا. حاليا هي 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 شجرة مباركة مثل ما ذكرنا، يعني هي لها موارد اقتصادية واجتماعية ولها أبعاد كثيرة في النخلة. إذا ما تكلمنا على واقع، نعكس هذا الكلام على واقع التمور، نرى أنه تزرع النخيل على مساحة 62 ألف فدان، بذلك هي بالأرقام لو نجيبها هي تمثل يعني 84% من مساحة أشجار الفاكهة المزرعة، وتمثل 17% من إجمالي المساحة المستغلة للزراعة، وتمثل 22% من المساحة الكلية للزراعة في السلطنة. فمن خلال هذه الأرقام يعني تعكس أنه بالفعل هي تعد المحصول الأول، وهي من يعني الأشجار المحببة لدى العمانيين. نعم، يعني الوزارة أيضا تعي تعظيم دور النخلة الاقتصادي من خلال أيضا تعزيز الاستثمار في هذا الجانب. نعم. لو نتحدث عن هذه الأدوار الحيوية. نعم. نتكلم قبل هذه الأدوار عن الواقع أيضا، نكمل بالنسبة للواقع. إذا ما تكلمنا بالنسبة للأصناف، في عمان يوجد أكثر من 350 صنف. يعتبر العمانيين من أكثر الناس أو أكثر شعوب العالم في استهلاك الرطب أو التمر بشكل عام. هي تدخل من ضمن صميم عاداتهم وتقاليدهم، يعني ما في بيت ما في نخلة، وما في يعني شارع ما في نخلة، ما في مزرعة ما فيها نخلة، وما في بيت ما يقدم الرطب خلال موسم الرطب الآن أو القيض، وأيضا من ينتهي الرطب يبدأ التمر. فأيضا يعني هذا دليل أنهم محبين لهذه الشجرة. طبعا لما نتكلم على أصناف متعددة، في كثير من الناس يفكروا أنه التمر فقط لون أصفر ويعني وأحمر، ولكن نعم. هناك أنواع كثيرة، نتكلم على 350 صنف. عمان تعتبر وفقا لبيئتها وموقعها الاستراتيجي أيضا مثل ما ذكرنا، هي من أكثر الشعوب استهلاكا، هي من أول الدول العالم في إنتاج الرطب أو بداية القيض ثمار النخيل. يعني نحن أول دولة في العالم نبدأ عندنا الرطب. يعني نسبق كثير من الدول بأيام طويلة يعني. وبالتالي هي مثل ما ذكرنا يتوجب علينا أنه الوزارة تبحث في استثمارها بناء على هذه كلها الأرقام. نعم. نحن رح نتحدث عن جانب الاستثمار. نعم. مهندس هيثم، ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير برفقة. نعم. المشاهدين، بعدها عودة، ابقوا معنا.